بس هي دي الراحة الحقيقية، هي دي الراحة الحقيقية. صدقوني أنا من دخلت الكنيسة خلاص أنا شعرت إن إيه من القلب المعتل ده بيطير في السماء. هكذا يا أحبائي كان أبونا صليب، كان نور يعلم الآخرين. قعد 50 سنة، 50 سنة يخدم في هذه الكنيسة المباركة، تعب وخدم وعلم الكثيرين، وبعدين صار نور ووضعوا الله على المنارة ليضيء لآخرين، وصار التعليم وسيرته وحياته هي سراج. خدمتنا مدة طويلة بس مرت زي لحظة، علمتنا معنى الحياة وحياتك أحلى. أما أنت أيها الأب الكريم فامضي ولعين الله كما عانى.